مجزرة جديدة يعني الآن قبل قليل حصلت لمربع سكني كامل بالقرب من مستشفى كمال عدوان. ما زالت هناك أعداد معلقة يعني على الجدران وفي الأسقف، يعني أشياء مقطعة جلهم أطفال ونساء. يعني نحن أصلا يعني نقدم خدمة يعني بالحد الأقل من الأدنى. الله أكبر. والله هذا شيء لن يوقفنا عنك، عن إكمال مسألتنا الإنسانية، وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا. أنا عرض علي أن أغادر غزة، وأنا زوجتي تحمل الجنسية الكازاخستانية وأولادي يحملوا الجنسية الأجنبية، وطبعا السفارة يوميا تتصل علينا لمغادرة غزة. طبعا أنا طبعا أرفض مغادرة غزة، لأنه هذا الوقت اللي شعبك محتاجك فيه، وبالتالي خروجك أو انسحابك أو هروبك معناته هذا هروب من مسؤوليتك اللي ربنا اصطفاك واختارك من بين الناس أن تكون في هذه المحنة. صعب عندما يكون المواطن الجريح المكلوم المحتاج لخدمتك الصحية أن تقوم أنت بمغادرة الصرح الطبي وتدير ظهرك حتى تلبي مصالحك الشخصية وتترك هؤلاء الناس يموتون في الشوارع. لا والله لا نتركهم، سنبقى مع آخر مواطن موجود في شمال قطاع غزة مهما كلفنا هذا الأمر. هيا متشاهد الله يرحم روحه. الله أكبر. ربنا وضع الطمأنينة في قلوبنا، وضع السكينة في قلوبنا في موقفين من أصعب المواقف، هو عند إصابة الولد الثاني وكانت إصابته خطيرة جدا، وربنا الحمد لله شفاه وعافاه، وعند استشهاد ابني رقم 3 إبراهيم، وبالتالي الحمد لله نحمد الله على هذا يعني على هذا العطاء، إن ربنا أعطانا شيء وهو وضع السكينة والطمأنينة في قلبي وفي قلب عائلتي، والحمد لله رب العالمين. إحنا مسلمين بهذا الأمر، ودائما نقول إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أمر الله نافذ، ونحن كبشر لا نستطيع أن يعني نذهب باتجاه عكس إرادة ربنا عز وجل في هذا الأمر إن شاء الله. طبعا شبه يومي مستشفانا تتعرض للقصف، وشبه يومي نحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه في ظل هذه الظروف الصعبة. بالكاد نجد طبعا قطع غيار، ويجري الآن محاولة طبعا إصلاح المولدات وشبكة الكهرباء وشبكة الأكسجين، العطل في شبكة الأكسجين وتقطع الإمدادات لقسم العناية المركزة أدى إلى توقف القلب عند أحد الأطفال المنومين حديث الولادة، وتم عمل إنعاش، وحاليا توجد أسطوانات بدل شبكة الأكسجين لحين يتم إصلاح طبعا ما تم تدميره أمس جيش الاحتلال من خلال قصف بقنابل غريبة من نوعها تحتوي على شظايا صغيرة جدا بالكاد أن ترى بالعين المجردة. قواقمنا الطبية ومركبات الإسعاف لا تستطيع أن تخلي الجرحى من شوارع طبعا بتلاهية. نتحدث عن المصابين اللي بيستطيع يصل للمستشفى بيصل بيتقدم للخدمة، اللي ما بيستطيع يبقى في الشارع ويستشهد. هذا كل ما يحدث الآن في شمال قطاع غزة، وهذه فاتورة احنا الكل دفعها، ودماء أولادي ليس هي أغلى من دماء من استشهدوا في شمال وفي قطاع غزة ككل يعني. وبالتالي لم ولن يتغير شيء، سنستمر في هذا النهج، سنستمر في إيصال رسالتنا الإنسانية وتقديم الخدمة الإنسانية لمواطنينا في شمال قطاع غزة، وإن كانت الظروف قاسية ولكن احنا يعني ماشيين بهذه الطريق إلى ما شاء الله.
والله المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية صراحة بنظري وحسب خبرتي اللي أنا خضتها معهم هي شكلية أكثر من هي مضمون. شكلية بمعنى هناك محاولات، هناك بروتوكولات، هناك يعني التسلل الإداري معقد وعقيم، ولا يلاحظ يعني أن هناك في ترجمة لهذه الوعودات على أرض الواقع إلا في قليل من المواقف. وأشعر أن هذا الموافقة التي تأتي بمزاج الجيش الإسرائيلي وليس بضغط المجتمع الدولي. جد جديد الآن على إصابتي هو نزف حاد في مكان الإصابة، وغالبا هنحتاج إلى طبيب أوعية جراحة أوعية دموية، ولكن للأسف يعني ما كنا نطلبه لمرضانا ومصابينا الآن نطلبه لأنفسنا. نحن بحاجة ماسة جدا للسماح بإدخال الوقود ذات التخصصات الجراحية اللي تتناسب مع إصاباتنا اللي كلها أصلا جراحية، وكذلك مطلوب السماح بإدخال المستهلكات والمستلزمات الطبية.